الإثارة من الغربية قدمت إلى المرموم لتفوز، تكسب هذا الانطلاق، تكسب هذا التحدي، تكسب هذا المسار، يقين على المركز الثاني. حمدان بن حمد بن راشد بن غدير، ولكن خلاص الغربية 8 كيلومترات مع هذه اللحظات. هنا درع فخر النجال يذهب ويطير إلى الغربية. سلام سلام، غربية أم شرقية كلها انتصار. تهانينا والناموس محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربية بالمركز الأول. للمركز الثاني المركز الثاني، ولكن هناك جنيف مع المركز الأول، يريد المركز الأول. سلام شحاني، سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة. يتسجل هذا السلام مع جنيف الذي منذ هذه اللحظة يباعد المسافة، وبالتالي يوجد له مكانا هناك في القمة. نعم، بالإصرار والعمل، بالجهد والأمل، يتواصل حمد بن محمد بن جهوي المري مع المركز الأول مع درع مهرجاني فخر الأجيال. الرمز هنا جنيف، وجنيف هو الرمز. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن جهوي. للمركز الثاني بارود لسيد الهيام بن حمد. هذا الشوط إذا تمت على هذا الموال، السلامات بتذهب إلى أهل الغربية في مدينة زايد. يا سلام، هذا الشعار دائما يوديهم السلامات أينما ذهب أينما رحل في الدولة أو خارج الدولة. شعار السيد محمد بن زايد المنصوري. مشكور يا أبو زايد على أداء هجنك في كل مكان وفي كل زمان. ها هي الغربية تقترب من خط النهاية، تقترب من المنصة الرئيسية، وهي هي تعلن بنفسها بطلة لهذا الشوط مع العصار الغربي محمد بن زايد المنصوري. سلام عليكم يا أهل الغربية، واسعد الله مساءكم بكل خير وبكل محبة. الشاهدية في المركز سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يصل في هذه اللحظات، ولكن سمحة مع المركز الأول، سلابة مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، إهلال بن حربي بن إهلال الخيالي ما زال متمسك بالسيارة. الطارة ما زالت في يده يا أخوان، السيارة ما زالت دركسونها في يده يتحكم فيها حتى هذه اللحظة. ولكن يا بن حربي مرة يا أخوي دق لها سلف وروح خلاص. تهانينا الهلال بن حربي بن هلال الخيالي على فوز سمحة في المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني سلابة سالم بن راشد بن حمد بن غدير. بن حمد بن هيان العامري، يا سلام، أداء متميز، رقص مسائي جميل يقدمه الذيب في اللحظات الأخيرة، يندفع بناموس هذا الشوط. سلام يا الهيار، سلام، أسعد الله مساكم مع الأداء الجميل، مع الانفراد الرائع اللي قدمه الذيب وينفرد بناموس هذا الشوط. تهانينا من الأعماق للهيان بن حمد بن هيان العامري. وهذه لحظات وصوله إلى خط النهاية بأريحية. تهانينا للهيان بن حمد بن هيان العامري، ولحظات وصول الذيب إلى خط النهاية. المركز الثاني صوغان لبخيت بن علي بن بخيت بن مجارح. على المقدمة على المركز الأول هنا. يا سلام، الله 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 الله، اللحظات الأخيرة لمن الفوز، لمن الناموس، لمن الفوز. هل متعب يصمد على الصدارة أم المتحد له رأي آخر؟ ولكن هنا اللحظات الأخيرة، الله، متعب والمتحد قادم. الله الله، اللحظات الأخيرة، ولكن متعب صامد على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا لسليمان بن رواشد لجهني على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني المتحد لسيد محمد بن طهنون بن الهيرة.
المنصة الرئيسية، ولكن الغربية 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 محمد بن محمد بن زايد المنصوري 400 متر النهاية. حرك حرك حرك، روح 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 يا أبو زايد. الله الله الله، الغربية على الصدارة على المركز الأول، محمد بن محمد بن زايد المنصوري يضيف إنجاز آخر، يضيف إنجاز آخر مع إنجازات هذا اليوم في هذا المهرجان، مهرجان فخر الأجيال، 200 متر النهاية مع الغربية، الغربية على صدارة، الغربية على المركز الأول. سلام سلام يا الغربية، سلام سلام يا الغربية، تهانينا والناموس لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز على هذا الانتصار، تهانينا والناموس. والنقطة الثالثة في هذا المساء بينما المركز الثاني العمالة سالم بن حمد الوطين، والمركز الثالث أشكرك على هذا الأداء. براقة براقة، خلاص 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 انفردت بالمركز الأول، نالت الناموس الزعفران في هذا الشوط. يا السلام، تستاهل براقة، تهانينا لمالكها محمد بن حمد بن سليمان بن جبرين، وسلاماتنا وتحيتنا من المرموم من المرموم إلى شقانا في المملكة في المملكة. يا السلام إلى شقانا في المملكة العربية السعودية، تهانينا على هذا الفوز المستحق وعلى هذا الأداء اللي تقدمه براقة. محمد بن حمد بن جبرين الذي قدم براقة وانفرادها بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية سعد بن طالب بن شريم. جدا في لقاء مع شعار هد مع شعار الرعي صوغه، عنيد جدا، ولكن الصياد يحاول، الصياد يحاول وشاهين يحاول، ولكن الصياد بدا يصمد، بدا يصمد من خلال هذه اللحظات ويؤدي اداء مطلوب ومميز. واسعد الله مساكم يا هالي مرغم على هذا الفوز وعلى هذا الناموس وهذا الانتصار. هذا هو امامكم ايها الحبل الكريم مشاهدين الاعزاء، الصياد الصياد اللي خطف المركز الاول اتجه نحو مرغم تماما بالسيارة، وكذلك مع الفوز الماضي في الموسم الماضي هنا يأتي من جديد ليضيف إنجاز على إنجاز ويسجل حروفه باسم من ذهب. تهانينا والناموس المركز. العمال سالم بن حمد البطين المري مع العمال على المركز الثاني. المركز الثالث هنا مصر بن مبارك من مصر الشهواني على ثالث المراكز، ولكن هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذا الأداء الجميل. إذا نقد نقد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، أو شاهين 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 السيد علي بن دلهم بن ناصر الهادري من يأتي على الصدارة على المقدمة. هنا شاهين على الصدارة، تهانينا والناموس والسلام سلام للدوحة، سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا العلي بن دلهم بن ناصر الهادر المركز الثاني. المركز الأول، المركز الأول أيها الحبل الكريم، لا زالت بروك حتى اللحظات مسيطرة. وباي باي باي باي، واسعد الله مساكم، أدعز الله مساكم على هذا الفوز هذا الانتصار. هذه مشاهدي الأعزاء بروك بروك قادة هذه المجموعة، قادة هذه الأسماء لتحتل الصدارة وتبغى وتبقى في القمة الأولى على الهرم الأول وعلى الصدارة في هذه اللحظات، لتهدي مالكها غانم بن منصور سيف الخيارين على صدارة الشوط وصدارة المنافسة الأولى. تهانينا والناموس، هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية وهو في المركز الأول بدون منافس على الإطلاق. المركز الثاني في هذا المساء وفي هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، أسعد الله مساك يا الزفين على هذا الأداء بدون منافس على الإطلاق. نعود إلى الشاهينية مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تهانينا لك يا الزفين
تهانينا لك الزفير، تستاهل هذا الفوز، تستاهل الناموس بجداره الشاهينية بدون منافس، بدون منافس على الأطراق. تحياتي وتقديري على هذا الفوز أحمد بن سيف الزفين المهيري على هذا الفوز والناموس، تستاهل لحظات الوصول بينما الباحث على الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير. يا سلام يا سلام، الباحث مع الصدارة، الباحث على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، الانطلاق الأخير، راشد بن سالم المالكي على صدارة هذا الشوط. ولكن لكن شاهين، شاهين قادم، شاهين قادم بكل قوة، عبد الله بن صالح راعي الطيرة العامري. ولكن الباحث، هنيالك هنيالك يا اخوي، واسعد الله مساكم، اسعد الله مساكم يا اهالي السلطنه، وخصوصا هالدريز. هذه لحظات وصوله الى خط